فيما يتعلق بشركة سيجورت. يعني شركة سيجورت تعتبر شركة استراتيجية في توسع كبير جدا من الدولة في قطاع السكك الحديدية. إيه الجديد فيما يتعلق بتطوير شركة سيجورت؟ الحقيقه شركه سيجورت من الشركات اللي احنا مركزين فيها جدا، لان هو زي ما حضرتك تفضلت ان خطه الدوله بالنسبه للتوسع في سكك الحديديه والمترو والكلام من ده بيتطلب ان يبقى في شركه قادره على الوفاء بهذه الالتزامات، وخاصه ان المشروعات اللي الدوله ماشيه فيها ماشيه فيها بقوه وبسرعه. فاول حاجه في الخطه بتاعتنا ان احنا عندنا مصنع بالتعاون مع شركة إيطالية اللي هي سالشيف بينتج الفلنكات بالمواصفات المطلوبة. وفي الحقيقة احنا ما عندنا تعاون مع كل المقاولين الكبار اللي هم بيسند إليهم الأعمال بالنسبة لخطوط السكة الحديدية أو المترو. فعندنا إسنادات كانت تفوق القدرة بتاعت هذا المصنع. في الحقيقة اشتغلنا بسرعة بحيث إن احنا نزود الطاقة، زودنا ورديات وجبنا شباب عيناهم من الطاقة الإنتاجية من خلال زيادة الورادي أو الوقت المستغل، وده كانت المرحلة الأولى. المرحلة الثانية إن إحنا دلوقتي بنتفاوض إلى على إن إحنا ننشئ شركة جديدة بالتعاون مع الشركات العالمية اللي عندها خبرة في هذا المجال وبالشراكة معاهم علشان نزود الطاقات الإنتاجية وعشان نعمل مصنع بنسميه مصنع متنقل. متنقل مش يعني على العجل، لا، هو متنقل معناه ان انا لو عندي مثلا خط بينتج في او خط بينشا في الصعيد، فانا بروح اعمل مصنع جنب الخط، مصنع جنب الخط الى ان يتم اكتمال الخط ثم انقل المصنع مصنع لمكان اخر. ده فايدته ايه؟ فايدته اولا بيخفض تكلفه النقل، وثانيا بيزود السرعه في الانجاز لما بيبقى المصنع هناك. وده طبعا قريبا جدا في موافقات مجلس الاداره والجمعيه وكله وشغالين فيه، وباذن الله يعني في القريب العاجل نسمع عن البدء في هذا المشروع.